الأخبار على الحياة فم. العاشرة من الحياة فم، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب عرض سواحل زرجيس محور لقاء قيس سعيد بوزيرة العدلة. نابل حجز كميات من البضائع المهربة بقيمة تناهز المليون دينار. وزارة تكنولوجيات الاتصال تؤكد إطلاق مشروع هندسة المؤسسة الحكومية. قيس سعيد يؤكد بأن الحرية تمارس في ظل القانون ولا مجال للتطاول على مؤسسات الدولة وعلى رموزها. وتحديات مكافحة فيروس السيدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محور لقاء وزير الصحة بالمديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إلى تفاصيل النشرة، حيث استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين 17 من أكتوبر الجاري بقصر قرطاج توفيق شرف الدين وزير الداخلية ومراد سعيدان المدير العام للأمن الوطني. وشدد سعيد خلال هذا اللقاء على أن الحرية تمارس في ظل القانون وعلى أنه لا مجال للتطاول على مؤسسة الدولة وعلى رموزها. كما أكد رئيس الجمهورية على مزيد تعميق البحث في حادثة غرق المركب عرض سواحل جرجيس وفي غيرها من الحوادث، خاصة وأن عديد القرائن تضافرت وتثبت تورط جهات بعينها في الإتجار بالبشر. وشدد رئيس الجمهورية على تتبع كل متورط في هذه المآسي بالتنسيق مع النيابة العمومية حتى لا يفلت أحدا من الجزاء. وفي ذات السياق، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين بقصر قرطاج ليلى جفال وزيرة العدلة، وتناول اللقاء سير المرفق العمومي للقضاء وعمل التفقدية العامة لوزارة العدل والملفات التي تناولتها وما زالت بصدد دراستها. ومن بين أهم المحاور التي تم إثارتها جملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب عرض سواحل جرجيس، حيث أكد سعيد على تحميل كل طرف مسؤوليتها مهما كانت المسؤولية التي يتحملها أو كان يتحملها سواء على الصعيد الجهوي أو على الصعيد الوطني. وأشار الرئيس الجمهوري لأن ظاهرة الهجرة غير النظامية ما كان لها أن تتفاقم لولا الأسباب التي دفعت بالتونسيين والتونسيات للإلقاء بأنفسهم عرض البحر. وأضاف بيان لرئاسة الجمهورية أنه قد انطلق تحقيق عدلي ليعرف التونسيون والتونسيات الحقيقة كاملة وليتحمل من كان وراء هذه الفواجع تبعات إخلالته وتقصيرها. وفي سياق آخر، تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بولاية نابل إثر عمل استعلامي من ضبط كمية من المصوغ المهرب قدرت ب 9.5 كيلوغرام من مادتي الذهب والفضة، علاوة على مبلغ مالي قدر ب 49 ألف دينار مخفي على متن سيارة خفيفة لا يملك صاحبها أي وثيقة تثبت شرعية مسكها. وتم تحرير محضر في الغرض، وقدرت القيمة الجملية المحجوز ب 754 ألف دينار. وفي ذات السياق، تمكنت نفس الفرقة من ضبط كمية من القماش المهرب إثر عملية مداهمة لأحد المخازن بالجهة، أين تم تحرير محضر في الغرض، وقدرت قيمة البضاعة المحجوزة ب 172 ألف دينار. كما قامت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بقليبيا إثر عمل استعلامي من ضبط سيارة خفيفة ذات ترقيم تونسية تحتوي على مبلغ مهرب بقيمة 62 ألف دينار. وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الرقمية الوطنية 25 و2000، تم اليوم الاثنين بمقر وزارة تكنولوجية الاتصال إطلاق مشروع هندسة المؤسسات الحكومية، وذلك تحت إشراف وزير تكنولوجية الاتصال نزار بن ناجي وبحضور ممثلي الوزارات المعنية والمراكز العالمية القطاعية وعددا من إطارات الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والمركز الوطني للإعلامية. اجتمعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مال بالحاج موسى صباح اليوم الاثنين بمقر الوزارة برئيس الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة لتربية والتعليم والتكوين عبد اللطيف الخماسي
وتناول اللقاء سبل تعزيز إمكانيات التعاون والتنسيق والشراكة مع هذه المنظمة المهنية في المجالات المتصلة بتجويد الخدمات المزداة بالمؤسسات الخاصة للطفولة المبكرة وترشيد أسعارها ودعم جهود التفقد والإرشاد البيداغوجية في التصدي للفضائيات العشوائية. كما كان اللقاء مناسبة للتشاور بخصوص المراجعة الجارية لكراس شروط إحداث رياض الأطفال، وذلك بالتنسيق بين الوزارة وسائر الهيكل المهنية بقطاع الطفولة المبكرة. وفي علاقة بالشأن الصحي، استقبل وزير الصحة علي مرابط مساء اليوم الاثنين 17 من أكتوبر الجاري بمقر الوزارة شيرين الفقية المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبرنامج الأمم المتحدة المشتركة المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، رفقة الأسعد سوا مدير البرنامج التونسي بحضور إطارات الوزارة. وتم خلال هذا اللقاء مناقشة تحديات مكافحة فيروس السيدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب بحث فرص تعزيز التعاون بين وزارة الصحة والبرنامج المشترك للأمم المتحدة على الصعيدين الوطني والإقليمية. وأكد وزير الصحة علي مرابط بهذه المناسبة أن تونس تعمل بالتعاون والتنسيق مع مختلف الشركاء على تعزيز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس السيدا. ودوليا، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين بعد تحطم طائرة عسكرية روسية وسقوطها على مبنى سكني في مدينة بيسك على سواحل بحر أزوف قرب أوكرانيا، في حين تجدد القصف على العاصمة الأوكرانية كييف. نهاية النشر الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. الإخلالات التي وقعت إثر فجعة غرق المركب عرض سواحل جرجيس محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزيرة العدل. نابل حجز كميات من البضائع المهربة بقيمة تناهز المليون دينار. وزارة تكنولوجيات الاتصال تؤكد إطلاق مشروع هندسة المؤسسة الحكومية. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد بأن الحرية تمارس في ظل القانون ولا مجال للتطاول على مؤسسات الدولة ولا على رموزها. وتحديات مكافحة فيروس السيدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محور لقاء وزير الصحة علي مرابط بالمديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبرنامج الأمم المتحدة. نهاية النشرة الإخبارية، قدمها لكم نصر الدين حميدة، والمشوار يتواصل مع عبدالله الحطاب في لايف سبور.